شوف اما اقول لكم، كل النساء ناعمة، دي حاجة ما فيهاش اي نقاش. انثى يعني ناعمة، دي مش عايزة كلمتين، ولكن الموضوع بدرجات. وعلى سبيل المثال، زي ما احنا ناخد اوائل المحافظات الاول على كل محافظة او مقاطعة، وبعدين نيجي ناخد منهم الاول على الجمهورية، كلهم اوائل وكلهم متفوقين وكلهم عباقرة، ولكن بدرجات. زي الرومانسية كده، تلاقي تقريبا كل النساء رومانسية ولكن برضو بدرجات. هناخد الموضوع كده بالنسب المئوية من الأنثى اللي في ال 12 لحد اللي في المركز الأول. وكنا عملنا حلقة قبل كده اسمها أرق نساء الأبراج. لما نقول أنعم، فأنعم يعني أشمل شوية، يعني عندها كده ذكاء، على رومانسية، على هدوء، على دهاء إن لزم الأمر. فاهمة، فاهمة يعني فاهمة بدرجة مثيرة للإعجاب. تعالوا بينا بقى نبدأ كده من ال 12 للأول، وكل واحدة تتوقع برجها يعني يجي في المركز الكام أو يجي قريب من المركز الكام. اتعودت إن ذكائكم يعني قوي في المواضيع اللي زي دي، وأنا بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها. يلا بينا نبتدي، ورجاء دوسوا لايك عشان الحلقة توصل لأكبر قدر من أصدقائنا، وتعالوا بينا نبتدي بالمركز ده. في المركز 12 هي أنثى برج الجدي الترابي، نسبتها المئوية ما تقلش عن 75%، تلعب في الرينج ده. جدي جد جدي جاية من كلمة جد. أنثى برج الجدي هي أكتر أنثى جدية في الإناث كلها، مقارنة بكل الإناث هتلاقي أنثى برج الجدي هي الأكثر جدية والأكثر صرامة، ومن أكثر النساء اللي يعني يعتمد عليها أو تتحمل المسؤولية، أو ممكن كمان إن هي شايفة نفسها لا تقاد يعني. وأنا قلت قبل كده برضو من الإناث اللي صعب أي حد إن هو يتعامل معها. بس لما نقول إن نسبة أو إن هي بنسبة 75% في الموضوع ده، 75% مش نسبة قليلة أبدا، ولكن مقارنة بنساء الأبراج. أعلى منها اللي في المركز ال11 القوسية النارية، أنثى برج القوس، متفوقة بدرجتين بس عشان تاخد 77%. فرفوشة ودمب زي الشربات وعسل، أقسم بالله عبارة عن شوية عسل كده. بس مقارنة بالنساء التانية، ولا سيما المتمرسات اللي هيجوا في المراكز الأولى، يعني أقل شوية، فتاخد 77%. و77 برضو ما هياش نسبة قليل. أعلى منها مركز واحد اللي بتيجي كده في المركز العاشر هي الثورية، أنثى برج الثور، ودي بتاخد 79%، يعني أعلى منها بدرجتين. والثورية جدية برضو، يعني أنثى تميل للجد، تميل للجد أكتر شو تميل للجد أكتر من الدلع شوية. أعلى منها مركز واحد اللي بتيجي في المركز كده التاسع هي أنثى برج العذراء، وبدأنا ندخل في منطقة وسطى، يعني التراب قايل كلمته أو قايل حكمه في موضوع حلقة زي حلقة النهاردة، وأنثى برج العذراء بتاخد 80%، والله نسبة عالية بس مقارنة بالنساء التانية يعني أقل منهم شوية. أيضا العذراوية، أنثى برج العذراء متأثرة بثقافة إخواتها اللي سبقوها في الموضوع ده، تلاقيها تحس انت كمان ده بيبلغ ويحاك كبير ان هي يعني جد شوية اكتر من ان هي تميل للدلع شوية. هنبدأ بقى نعلى نخش في الجد شوية في المركز الثامن كده عشان نلتقي بالحملوية. لا، نسبيا كده دخلنا في موضوع حلقتنا اكتر واكتر، وبنصل لنسبة 83% أنثى برج الحمل، يطلق عليها وسيط، يعني هي كده خير الأمور الوسط. دي المقولة دي تنطبق بنسبة كبيرة، أو من أكثر الناس اللي تنطبق عليها هي أنثى برج الحمل. جد مع دلع، هي في شخصيتها كده بتحس إن في موازنة كبيرة أوي في الموضوع ده، فعشان كده بتاخد معانا 83% وبتيجي في المركز الثامن، يعني في منطقة وسطى. طبعا نطلع ونعلى وناخد أنثى أنعم من أنثى برج الحمل، بل أنعم من كل الإناث اللي بتيجي أيضا في منطقة وسطى. هي مشكلتها إن هي شرسة أوي، فشرسة ودلوعة في نفس الوقت، يعني شرسة وأنثى أوي، أنثى أوي في نفس الوقت، بس بمزاجها. المشكلة في حتة
بمزاج هادي. أنثى برج الأسد طبعا اللي بتاخد 85% نسبة عالية قوي وبتيجي في المركز السابع. المشكلة إن هي ساعة ما تقفل تديك بالشبشب، هي المشكلة في كده، لو قفلت منك ممكن تديك بالشبشب، ولو حطت في دماغها تتدلع تبقى أستاذة ورئيسة قسم، والمعادلة بقى يعني هي وهي وهي ومزاجها بقى، هي وعلى حسب الحالة بتاعتها بقى، هي وعلى حسب هي عايزة تبقى ايه. نعلى مركز كمان عشان نوصل كده للمركز السادس وناخد أنثى أعلى ونخش في الجد، وجد الجد كمان لما نلتقي بالدلوية. أنثى برج الدلو واحدة من أنعم الإناث على الإطلاق، ونسبتها مرتفعة جدا بتصل ل 89%، نسبة مرتفعة جدا في الموضوع ده. لا أنثى برج الدلو رقيقة أوي أوي، أنثى أوي هادية هادية أوي، وإن كانت في الرومانسية مش أوفر زيادة عن اللزوم، لا من الإناث اللي هي تتعامل معاها انت بتحس بنعوميتها قوي، النعومية بتاعتها ممكن كمان نقول ملفتة، ملفتة تشعر بيها انت، مش محتاج فترات طويلة عشان تلمس منها او تلاحظ منها حاجة زي كده. وقبل ما نعلى اكتر ونوصل للانثى اللي في المركز الخامس وهو مركز متقدم جدا كالعاده، خلوني انبه ملناش اي صفحه على الفيسبوك يا جماعه رجاء، ولا على اليوتيوب غير محمد ابو زيد، اي ناس تانية نصابه هاكر بتخترق الايميلات الغوا الاشتراك في صفحات النصابين دول، وما تستمروش في الاتصال او التواصل معاهم رجاء لمصلحتكم عشان محدش يرد باسمه ويعمل لكم انتوا مشاكل. بنستمر في الحلقة دي في التنقل، خلاص احنا دخلنا بقى في الجد وجد الجد وفي القمة، بنستمر في التنقل بين أنعم نساء الأبراج عشان نوصل للمركز الخامس، نلاقي الجوزائية اللي دمها زي الشربة، عسولة كده من غير ما تتكلم ومن غير ما تقول أي حاجة، مقبولة ودمها خفيف وصاحبة نكتة وصاحبة مزحة، ويا سلام لما تبقى رايقة تقدر إن هي تكلم طوب الأرض، تكلم الطيور اللي على الشجر عادي، تملى الحياة بهجة وسعادة. وأنثى ناعمة مش أنثى حادة أو مش أنثى جادة أوي لدرجة إن أنت ما تقولش علي، لا ناعمة وناعمة أوي كمان، وبتصل كمان النسبة بتاعتها ل 93%، ودي نسبة عالية أوي، دخلنا بقى في التسعينات. أعلى منها في المركز الرابع، وكفاية إن احنا نقول اسمها ودخلنا في المية بقى ورقة المية ونعومية المية، وقول زي ما أنت عايز تقول، عشان نلاقي أنثى برج العقرب المائي اللي في المركز كده المركز الرابع بنسبة كبيرة قوي تصل ل 95%، واحدة من أنعم نساء الأبراج وأكثرهم دهاء ورومانسية وأكثرهم هدوءا. كل اللي احنا قلناه في المقدمة، كل الشروط دي هتلاقيها متوافرة، ومتوافرة بمستوى عالي في العقرب عامة. نعلى مركز كمان عشان نوصل للمركز الثالث، طب الطب بقى عشان ناخد عسل ثم عسل ثم عسل. هي يعني انا دايما بقول ان افضل تشبيه للانثى اللي في المركز الثالث هو العسل، عسل في كل حاجة، في ابتسامتها في ضحكتها في كلامها، نعمة نعمة طبعا، وتدي دروس، تدي دروس كمان في حاجة زي كده. انثى برج الميزان اللي بتصل ل 96% في النسبة المئوية بتاعتها في الموضوع، واحدة من أنعم 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 الإناث على الإطلاق. أنثى برج الميزان دي تدوخك زيها زي العقربة كده، وزيها زي الجوزائية، وزيها زي نساء كتير، ولكن بدرجات زي ما احنا رتبناهم، احنا اتفقنا ان كل النساء نعمة ولكنها بدرجات. بينما في المركز الثاني، وإن كان ده حال اللي في المركز الثالث، فما بالكم باللي في المركز الثاني، السرطونة. السرطونة اللي يعني عارفين البسكوتة، أنا قلت دايما عن هو ده، احنا لما نقول بسكوتة هنقول ايه تاني؟ سرطونة يعني أنثى، يعني بسكوتة، والله لو عندها 100 سنة هي بسكوتة برضه. الأنثى دي فيها كمية نعومية بطريقة يعني أنا صعب عليا إن أنا أوصف،
كل ما يجي في بالي كده كلمة أقولها أحس إن مش هتوصل المعنى الحقيقي اللي أنا عايز أقول. نعمة نعمة فوق ما تتخيل، بقول لك بسكوتة بسكوتة، يعني في إيه أكتر من كده يعني نقوله. بينما متصدرة الترتيب طبعا السرطونة 99%، متخيلين الرقم 99%. أما متصدرة الترتيب اللي أكيد كلنا عرفناها دلوقتي الحوتية، أنثى برج الحوت، أنعم أنثى في الإناث كلها. على فكرة بقى، ما هو ده سلاح ذو حدين، يعني كل ما كانت الأنثى ناعمة قوي ده ممكن يخلي في ناس تيجي عليها على فكرة، وتلاقي حتى الحوتية رغم إن هي متصدرة الترتيب بس ممكن من الإناث اللي بتنجرح كتير أو اللي هي يعني بتزعل كتير. عامة أنثى برج الحوت، عشان ما نخرجش بره موضوع حلقتنا، هي كل صفة بيبقى فيها مميزات أو ليها إيجابياتها وليها سلبياتها، فخلينا نتكلم في الإيجابيات. تاخد 100%، أنت مفيش أنعم من كده. كل مقومات الحلقة موجودة في أنثى برج الحوت للمنتهى، للقمة بتاعتها. نبرة الصوت وصوت الضحكة والأسلوب في الكلام والنظرة الرقيقة الناعمة والطريقة السلسة في التعامل، يعني أنا مش عايز أطول عنها في الكلام عشان ما أطولش عليكم، لكن هي 100% بل 101% بل 200% عادي، ما فيش أي مشكلة. أنثى برج الحوت تستحق طبعا النسبة دي، وتستحق إن هي تتربع على عرش نساء الأبراج كلها في موضوع زي حلقة النهاردة أو بتاع حلقة النهاردة. اكتبوا لي آرائكم، واللي نسي يدعم الحلقة بلايك يا ريت يدعمها بلايك. أنا بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها. بحبكم جدا وهتوحشوني.